السلام عليكم. يوميات الانقلاب والحرب تلقي بظلالها على فئات واسعة من اليمنيين بعد انقطاع الرواتب للشهر الثاني على التوالي. كل يوم تتضاعف معاناة الأسر اليمنية من ذوي الدخل المحدود والتي تعتمد على الراتب كمصدر دخل وحيد للعيش والسكن وأساسيات ليوميات الأغلبية اليمنية التي تخلو من الكماليات. مأساة اليمنيين تتسع باتساع أزمة الرواتب في ظل تعنت ميليشيا الانقلاب بعدم تسليم كشوفات رواتب الموظفين لإدارة البنك في عدن كما تقول مصادر في الحكومة الشرعية. ميليشيا الانقلاب لم تعمل على دفع رواتب في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وهي التي تسيطر على إيرادات الدولة في تلك المناطق، في ظل أنباء عن قيام الميليشيا بتكديس السيولة النقدية لما يسمى بالمجهود الحربي، على الرغم من إطلاق حملة لجمع التبرعات النقدية من المواطنين للبنك المركزي في صنعاء، لكن ما تزال الميليشيا في مأزق النداء اليومي للموظفين الذي بدأ على وسائل التواصل الاجتماعي تحت لافتة أين الراتب؟ 75 مليار ريال يمني أي 300 مليون دولار شهريا هي إجمالي مرتبات منتسبي الجيش والأمن فقط بحسب تصريح لمحافظ البنك السابق بن همام، وهذا يعني أن أغلب الميزانية اليمنية تحت بند الرواتب. على الجانب الآخر من السلطة الشرعية لا يزال وضع الموظفين عالق، وبحسب مصادر حكومية فإن البنك يحتاج لأكثر من شهرين حتى يتم ترتيب الفني، بعده سيتم صرف الرواتب للجميع بأثر الرجعي. مشاهدينا الكرام، حول أزمة الرواتب كأبرز معاناة شعبية للانقلاب والحرب ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، والتي سيكون ضيفي فيها هنا في الاستوديو الأستاذ محمد الفقيه المدير التنفيذي للمؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية. فأهلا بكم وبه مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور العافية أستاذ محمد. يعني ونحن نتحدث عن هذه الأزمة الحقيقية التي ربما تضاعف مأساة اليمنيين، دعنا بداية نذهب لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود لبدء النقاش. الموت جوعا، لم يدري اليمنيون أن هذه ستكون أحد أسباب موتهم، فأسباب الحياة تتضاءل لديهم وهم يعيشون أسوأ عامين في تاريخهم منذ انقلاب الحوثيين بذريعة الجرعة. أصبح البحث عن أسباب الحياة بل وأسباب العيش شغل اليمنيين وهاجسهم الأخير، إلا أن موضوع الرواتب في الشهرين الأخيرين تصدر قلق الناس أكثر من الحرب ذاتها، سواء في صنعاء أو باقي المحافظات الأخرى، حيث بات يهدد موظفي الدولة البالغ عددهم 1.5 مليون في القطاعين المدني والعسكري، مضروبا في 5 أضعاف العدد ليشكل الرقم المقدر لأسرهم، أي ما يوازي ثلث سكان اليمن. خطر الموت جوعا بعد توقف كل أسباب العيش والرزق. حالة من السخط والفوضى تعم الموظفين البسطاء، ودعوات كثر للإضراب والتظاهر والخروج بمسيرات كبيرة ضد الحوثيين وتعطيل حركة العمل فيما تبقى من المؤسسات العاملة خصوصا الخدمية، بينما لجأت الميليشيات الانقلابية إلى مواجهة احتجاجات الموظفين على خلفية تأخير الرواتب بالعنف والاعتقالات. أزمة الرواتب في اليمن مشكلة يتقاسمها الانقلابيون والحكومة الشرعية على حد سواء، فبالرغم من إهدار الانقلابيين للاحتياطي الأجنبي لليمن، يظل قرار الحكومة اليمنية بنقل البنك المركزي إلى عدن محل تجاذبات كثيرة، حيث سارع الحوثيون لرمي الاتهامات إلى طرف الشرعية مطالبين بدفع رواتب الموظفين، رغم أن الانقلابيين ذاتهم لا يزالون يحتكرون مصادر الإيرادات الخاضعة لسلطتهم. وبين هذا وذاك، يقول خبراء اقتصاديون أن البنك لا يزال بحاجة لأكثر من شهرين لترتيب وضعه الفني ومن ثم البدء بصرف الرواتب. وفي الآونة الأخيرة وجه زعيم الميليشيا نداء لدعم البنك المركزي اليمني، إلا أن هذه الأموال كما يقول مراقبون وناشطون على صفحات التواصل الاجتماعي رحلت إلى صعدة معقل الحوثيين، وأعزو ذلك للإنفاق على الحرب. اليمن كان قرر نقل البنك من صنعاء بعد أزمة السيولة الخانقة التي ضربت القطاع المصرفي لأكثر من 3 أشهر خلت، ويبقى السؤال الأكثر حضوراً، ما مصير رواتب اليمنيين؟ مشاهدينا الكرام، إذا نبدأ نقاش هذه الحلقة بالسؤال بطبيعة الحال أستاذ محمد، يعني اليمنيون يعيشون مأساة الانقلاب والحرب منذ عامين، ربما ظهرت مأساة الرواتب كأبرز المشاكل التي تلامس حاجة اليمنيين اليومية، كيف تتحدث عن هذه النقطة؟
مساء الخير عليكم جميعا وعلى جميع السادة المشاهدين الكرام، ونشكركم على هذه الاستضافة. في البداية دعيني أعزي ضحايا الصارة الكبرى في صنعاء، وأعزي أيضا ضحايا الاستهداف الذي حصل للعزاء في مأرب، وأعزي كل أمهات الشهداء، وأسأل الله عز وجل الشفاء لجميع الجرحى. في الحقيقة مشكلة الرواتب ليست مشكلة وليدة الصدفة، هي مشكلة متراكمة منذ ما يعني يراد لها أن تكون كما كانت منذ سنة ونصف. اليوم الحكومة منقسمة كما نشاهد، ومتمثلة بالشرعية منقسمة كما نشاهد، وأيضا الانقلابيين منقسمين كما أيضا نشاهد. التعويلات اليوم على الحكومة بصرف الرواتب، وتعويلات أيضا على الحوثيين بصرف الرواتب. هناك مناكفات دعينا نسميها هي مناكفات سياسية قبل أن تكون انهيار اقتصادي موجود. نحن اليوم أمام مشهد في الساحة جديد، اللي هو كأنه مشهد النموذج الليبي، بنكين مركزيين ثم حكومتين موجودة، ثم أيضا مع وجود هذا التناقض الشديد يوجد أيضا أزمة خانقة ويتحمل تبعياتها المواطن اليمني. ربما لو تساءلنا هنا من الذي يتحمل مسؤولية عدم صرف المرتبات، دعينا نقول إنه أولا اتخاذ قرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن هو قرار إيجابي في حد ذاته، وكان يفترض أن يكون نوعا ما مبكرا. الكل يسأل من يتحمل مسؤولية. إذا أتينا أولا للمسؤولية الأخلاقية قبل أن تكون المسؤولية الوطنية والشرعية والسياسية، نتكلم عن المسؤولية الأخلاقية. هو يفترض أن تكون الرواتب التي المناطق التي تخضع لسلطة الشرعية يفترض أنها تسلم من قبل الشرعية، والرواتب التي والنطاق الجغرافي أو النطاق القطري الذي يخضع للميليشيات الإنقلابية يفترض أنه الميليشيات الإنقلابية هي من تقوم بتسليم الرواتب. لكن هناك مناكفات موجودة ما بين القوة الشرعية متمثلة بالدعم الخارجي للقوة الشرعية، وهناك أيضا مناكفات خاصة بالإنقلابيين متمثلة بالدعم الخارجي للإنقلابيين. مشكلة هناك أيضا مشكلة فنية، المشكلة الفنية تتمثل بكشوفات وأسماء الموظفين الموجودين في الجمهورية المنية. كما شاهدنا التقرير هناك 300 مليون دولار فقط لمرتبي الجيش، منتسبي الجيش. لكن دعينا نقول بصورة واضحة أنه مرتبات الجيش لم تعد كما هي في الصورة، لأنه الجيش انقسم، الجيش ربما تعرض لم يعدوا الجميع يستلموا الرواتب بنفس الجيش. نعم، وهي تعود أيضا ويستفيد منها تستفيد منها. ولكن يعني فعلا يعني البنك أعلن أو خبراء اقتصاديون يعني يتحدثون عن حاجة البنك إلى شهرين لترتيب الأوضاع الفنية. ربما في هذه النقطة بالتحديد ربما هناك كان الكل كان يعني يجب على الحكومة الشرعية أو حكومة بن دغار قبل أن تنقل البنك المركزي إلى عدن كان يفترض بها أن تكون الجانب الفني يكون لديها واضح، بمعنى أنه الكشوفات الموظفين يكون لديها واضح. لكن أنا في اعتقادي الشخصي أنا لا أريد أن أتحدث بطريقة يعني ربما تكون أقرب إلى الخيال، لا أعتقد أن الحكومة نقلت البنك المركزي إلى عدن ولا يوجد أيضا لديها كشوفات. هذه مبررات تسوقها الحكومة إن كانت صحيحة، لكن نحن لا يمكن أن نتعامل معها. هذه مبررات فقط للتطمين. أنا أعتقد في اعتقادي الشخصي أنه هناك كانت وعود خليجية بدعم الحكومة اليمنية، والحكومة اليمنية أخذت على عاتقها هذه الوعود وقدمت هذه الوعود للموظفين. تأخرت الوعود الخليجية بدعم الحكومة اليمنية والسلطة الشرعية في اليمن. أيضا كان هناك أيضا تعويل على جانب إعادة تصدير النفط من بعض المحافظات، وهذا أيضا خلق عرقلة. يعني محمد، المناكفة التي تتحدث عنها ربما يعني كان يفترض أن تكون لصالح المواطن، يعني أن يكون هناك تسابق في من سيدفع الراتب، ربما سيحمل نوعا ما بالنسبة للمواطن البسيط أنا أستلم راتبي من هذه الجهة إذن هي تمثلني. لا ننسى مسابقة يعني في نزع الثقة، هي كانت يفترض أن تكون مسابقة. لكن سلطة الانقلابين يعني أضف إلى أنها تحتفظ بالكشوفات إلا أن أيضا الإيرادات والجميع تصل للبنك الذي يصنع لا تحول إلى البنك المركزي الذي أصبح في عدن، تفرض جباية، هناك تبرعات كثيرة تأخذها من المواطنين. نعم. ولكن لم تستطع حتى توفير الراتب لمن يقعون تحت سلطتها على الأقل.
أنا في اعتقادي الشخصي أنه لو بادرت الحكومة في صرف المرتبات لبعض المحافظات التي تحدث تحت سيطرتها لبادرت أيضا القوى الانقلابية بصرف المرتبات. الكل كان يعني ينادي بأعلى صوت أنه يجب ألا يتم نقل المركزي في البنك المركزي في هذه اللحظات خوفا من هذه العملية، لأن هناك اليوم ليست العملية عملية فنية كما يتصور البعض، هي ليست عملية فنية بقدر ما تكون هي مناكفات سياسية موجودة. هنا أنا أتحدث أيضا عن السلطات المؤسسات الائتمانية الدولية. المؤسسات الائتمانية الدولية أيضا لا يمكن أن تقدم ضمانة دولية إلا إذا وجدت دعم خليجي. الدعم الخليجي هو المعول عليه ب يعني إعطاء الرواتب للموظفين، تسيير عملية شؤون الدولة والشرعية الموجودة في المحافظة التي تسيطر عليها المحافظات. ولذلك أنا أعتقد أنه على السلطات الشرعية، نحن لا نخاطب يعني سلطات انقلابية، السلطات الانقلابية هي وجهها أسود ونحن نعرف هذا من سنة ونصف. نحن نخاطب السلطات الشرعية، هل السلطات الشرعية هي عاجزة عن دفع المرتبات؟ كما سمعنا تصريحات جديدة من الحكومة اليمنية من يوم تقول أنه يوم الاثنين سيتم صرف المرتبات، ما زلنا حتى هذه اللحظة ننتظر هل ستفي السلطة الشرعية ممثلة برئيس الوزراء أن تفي بموعدها أنه ستصرف المرتبات للموظفين. آلية صرف المرتبات أيضا للموظفين ما هي الآلية المتبعة أيضا؟ هل سيتم صرف المرتبات لجميع المحافظات؟ سيتم صرف، أنا أعتقد أنه سيتم صرف المرتبات للمحافظات التي هي تحت سلطة الشرعية. وأيضا هنا نرتكب أيضا ظلم آخر للأشخاص الذين ما زالوا تحت سلطة الأمر الواقع وسلطة الانقلابية. ما ذنب هؤلاء؟ خاصة هناك فئة يعني مثلا العدد الموظفين ربما الأكبر في اليمن هو في الجيش والمعلمين، يعني نعم. هذه ربما هي أكثر الفئات. خاصة نحن الآن أمام حسب تقارير منظمة الأمم المتحدة تقول إنه 21 مليون مواطن يمني يتعرض اليوم بحاجة ماسة إلى السلة الغذائية والغذاء. وأيضا لدينا ما يقارب 18 مليون يعاني عوز غذائي مبكر. لدينا ما يقارب 1,100,000 طفل يعاني نوع من المجاعة أو سوء تغذية. إذا نحن أمام مجاعة أكبر. هذه كل هذه التقارير تتحدث ما قبل 3 أشهر، فما نحن الآن أمام ربما أزمة خانقة. وكلنا شاهدنا ما يحدث في الحديدة، بعض المحافظات المنسية، ما الذي يحدث بالضبط؟ أيضا هناك أيضا انهيار في العملية النقدية، خاصة أن الحكومة الآن إذا لم توفي الدول مجلس التعاون الخليجي بالتزاماتها ستتجه مباشرة الحكومة الشرعية ب طباعة العملة جديدة. وطباعة العملة الجديدة أيضا يجب أن تساويها كتلة، يعني كتلة إنتاجية، والكتلة الإنتاجية متوقفة. لا يبد أيضا أن يساويها كتلة أيضا من النقد الأجنبي، والنقد الأجنبي أيضا لا يتوفر لدى البنوك الموجودة في المحافظة التي تحدث تحت السيطرة الشرعية. إذا نحن أمام انهيارين، إما انهيار في الجانب العملة والجانب الاقتصادي، وإما انهيار في الجانب الإنساني وجانب معاناة الناس. ولذلك الكل يفضل أنه ما لا بد من خيارين، سيختار الناس أنه تنهار الجانب الاقتصادي ولا ينهار الجانب الإنساني. إذا محمد، نشرك معنا أيضا الصحفي الاقتصادي محمد الجماعي من عدن عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ محمد. أهلا يا مساء الأنوار. أهلا بك معنا أستاذ محمد. يعني هناك أزمة رواتب يعانيها الموظفون، وأيضا هناك خلفهم أسر، هناك أعداد كبيرة تتعرض لهذا الضغط الاقتصادي. محمد، يعني من يتحمل المسؤولية بالدرجة الرئيسية برأيك؟ دعيني أحمل الحكومة لأول مرة، ونحن مرفوعون الرأس بصراحة، لأن الحكومة يجب أن تتحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين بتسليم الرواتب أو حتى بتلقي الشتائم والسب والإهانات، لأن المعني بتسليم الرواتب والجهة المعنية هي الحكومة بالدرجة الأولى. وبالتالي فتحميل المسؤولية يجب أن يكون من اليوم وصاعدا على الحكومة، وكانت من قبل تتحمل جزء كبير لأنها تركت الميليشيات تعبث بالمال العام ولم تصحب البساط باكرا، وحينها كان لا يزال البنك يقف على قدميه ويعتمد على احتياطي نقدي لا بأس به وثقة دولية لم تهتز بعد، وكذلك حركة استيراد وتصدير وغيرها. لكن سحبه جاء في وقت متأخر، وكان محمد يعني عند نقطة أنها تركت البنك للميليشيا، ألم يكن هناك هدنة اقتصادية اتفق عليها الجميع؟
الحدود الاقتصادية هناك من يطالب من الاقتصاديين بمحاكمة بحاح لأنه اقترح هذا الاقتراح، كان لا يزال رئيسا للوزراء. لماذا لم تتخذ خطوة كخطوة أحمد بن دغر؟ وربما كان الناس توصلوا إلى حلول كبيرة وحلول وسطية، يعني ربما كان بن همام إلى حد ما قبل الهدنة يستطيع أن يفعل كل شيء، لكن لم تأتي الهدنة إلا على خلفية هروبه من البنك المركزي ومحاولة إلقاء اللائمة على الحوثيين، لم يكن يرغب أبدا في العودة إلى البنك المركزي. ضغوط دولية وراغبين كانوا في البقاء البنك بيد الحوثيين، هم الذين ضغطوا على بن همام للعودة إلى صنعاء، وإلا فمغادرته صنعاء بتلك الطريقة هي كانت مؤشرا واضحا على أنه لا يستطيع أن يقوم بعمله على أكمل وجه بسبب تدخلات الميليشيات من خلال القياديين التابعين لها في مجلس إدارة البنك وغيره. نعم، إذن محمد، يعني ميليشيا الانقلاب ترفض قرار نقل البنك وبالتالي ترفض إرسال الإيرادات في محافظة صنعاء وميناء الحديدة أيضا إلى البنك المركزي فرع عدن، فبالتالي يعني هي ربما تزيد من مضاعفة المشكلة، خاصة بعدم وجود الكشوفات الفنية لرواتب الموظفين. إذن يعني هل كانت الحكومة بقرار النقل تتوقع من الميليشيا تعاونا في هذا الجانب لتخلي مسؤوليتها على الأقل؟ الحكومة عندما نقلت البنك المركزي كانت تعرف أيضا أن الحوثيين لا خيار آخر لديهم سوى الاستسلام التام لهذا القرار. يعني الحوثيون لو كان بيدهم أي حل للرواتب أو لغيره لكانوا فعلوه، ولكنهم لم يستسلموا محمد، يعني ما زالوا يحتفظوا بالإيرادات، ما زالوا يحتفظوا بالكشوف، هذا ليس استسلام، هذا تعنت. هو تعنت، لكن أيضا المحافظات تحت أيديهم 10 محافظات يمنية، ما الذي صرفوه؟ يعني أنا كنت أتوقع أن يقوموا بقفزة في الهواء وصرف راتب أول شهر على الأقل لإحراج الحكومة أمام الناس ولإثبات أنهم قادرون على قيادة المحافظات على الأقل التي تحت أيديهم، لكنهم لم يفعلوا ذلك، ولا حتى الحكومة أيضا فعلت ذلك في أول الشهر. لكن محافظ البنك المركزي الجديد أعلن في مؤتمر صحفي وفي مقابلته مع صحيفة خليجية أنه يحتاج إلى 3 أشهر لكي تستتب الأمور على أكمل وجه. هناك يعني عراقيل يعني بالنسبه للحكومه، لكن لا يمكن ان يترك لها كل الحكومه في تلك الاوضاع، هم يعرفونها قبل ان يعرفها الناس، يعني كان افتراض حل اخر يكون جاهز وفقا لاي مواصفات وفقا لاي حسابات ولاي بيانات، لا ننتظر حتى يشتكي الناس او على الاقل يضغطون على الحكومة في المحافظات المحررة وفي المحافظات غير المحررة. نعم، إذا لكن أستاذ محمد، يعني في نهاية الأمر هذا ليس الشهر الأول الذي لم يستلم فيه الموظفون رواتبهم، بعض الموظفين شهران وبعض الموظفين 3 أشهر، وهناك من امتد بهم الحال إلى 5 أشهر، ولا ننسى أن هناك فئة من يعني منذ الانقلاب لم تستلم راتبها نهائيا وتم فصلها. الآن من يتحمل هذه المسؤولية بصورة مباشرة محمد؟ يعني خاصة نعم، خاصة أن هناك فئة تقع تحت سيطرة الحوثيين، ربما من هم في المناطق التي هي تحت سيطرة الشرعية، المسألة خاضعة يعني المشاكل الفنية، ولكن هناك أيضا فئة كبيرة خاصة من فئة الأمن والجيش والمعلمين ومن هم في المؤسسات الخدمية. نعم، أنا في بداية الموضوع يعني قلت لك أننا سنحمل الحكومة المسؤولية ورؤوسنا مرفوعة كيمنيين، لأن الصورة كانت شوهاء إلى ما قبل هذا القرار. كان آخر كل شهر اليمنيون تشرب بأعناقهم باتجاه صنعاء لاستلام الرواتب من الحوثيين. كل المصائب المالية والسياسية والعسكرية حصلت في اليمن سببها الحوثيون. لكن نحن الآن في بداية لنقول نقلة جديدة أو منعطف جديد من بالنسبة للحكومة، ولا أخفيك أن هذا القرار يعني كان له اثاره الايجابيه بالنسبه لسمعه اليمن الخارجيه بالنسبه في الجانب الاقتصادي، وتاثيرها ايضا على الميليشيات. اليوم ما يحدث، ولو اردنا ان نسلط الضوء على ما يحدث في صنعاء بالذات، عمليه نهب منظم وواسعه جدا تحت شعار دعم البنك المركزي. في المدارس والان بين يدي اخبار في عدد من مدارس العاصمه، مدارس البنات ومدارس الاولاد، 500 ريال على كل طالبة، وذلك لكي
يجمع رواتب المعلمات، ونحن نعلم أنها لن أو المعلمين ونحن نعلم أنهم لن يسلموا تلك الرواتب. هم لا. يستمرون في هذا الوضع للنهب، وكما قلت في بداية الحديث أنهم كان بإمكانهم أن يسددوا الرواتب سواء من المخزون الذي لديهم أو من الإيرادات التي ما تزال الآن تصل إليهم من الحديدة ومن غيرها. وبالتالي فهم إلى جانب إخفاءهم قاعدة البيانات يتحملون جزء كبير جدا من هذه المأساة التي نحن فيها الآن. لكن أيضا حكومتنا لا يعني لازم تتبوأ مسؤوليتها وتقوم بواجبها على أكمل وجه بغض النظر عن العراقيل وكذلك التي تصنعها ميليشيا الحوثي. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الصحفي الاقتصادي محمد الجمعي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. نعود إليك أستاذ محمد. يعني يجد الأستاذ محمد الجماعي أنه الحكومة هي من تتحمل مسؤولية بالدرجة الأولى تجاه المواطنين، حمل أيضا ميليشيا الانقلاب جزء كبير من هذه المسؤولية، ولكن قال لابد أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها. ما رأيك؟ طبعا أنا أتفق مع محمد، كما قلت لك في السابق أن نحن نعول على حكومة شرعية، لأنه ما خرج اليمنيون وما صف اليمنيون إلا وراء حكومة شرعية، والكل يخاطب هذه الجماعات بالجماعات الانقلابية وإن كان لها دعم دولي خفي أكثر مما يكون على الساحة. الكل يحمل السلطة الشرعية، خاصة بعد أن اتخذت القرار الأخير الذي هو مترتب حول نقل البنك المركزي، وأيضا تغيير الإدارة المؤسسية للبنك المركزي اليمني استنادا إلى القانون اليمني الذي أعطى صلاحية لرئيس الجمهورية الوحيد المخول بتغيير محافظ البنك المركزي، وليس تغيير لأنه حتى أن محافظ البنك المركزي بن همام انتهت فترة إدارته للبنك في 15 أغسطس من العام الجاري، والقانون أيضا يخول رئيس الجمهورية بأن يتخذ قرار بتغيير محافظ البنك المركزي أو يمدد للمحافظ الموجود أو أن يشكل مجلس الإدارة. لا أحد غير رئيس الجمهورية من يحق له اتخاذ هذه القرار. الأمر الآخر وهو الحوثيون لن يستسلموا أمام هذه الفعالية. أنا كما أشار محمد الجماعي أنه هم اليوم يتوجهون إلى المدارس، يدعون إلى التبرعات، هذه كلها محاولات استماتة من أجل أن يثبتوا وجودهم في إذن ما العذر في عدم دفع الرواتب؟ يعني لا يوجد، هم يعني يريدون تطمئنة. أنا أعتقد هي فرصة أمامهم كبيرة، طبعا هي فرصة أمامهم كبيرة، لو استطاعت كانت الحكومة أن الشرعية أن تسدد رواتب الموظفين في المناطق التي تخضع لسيطرتها. كما قلنا هناك سيكون إجحاف بحق الموظفين في المناطق التي تخضع، ولكن عددهم ليس قليل خاصة في أمانة العاصمة، ولكن أيضا هذه فرصة سانحة. أيضا أعطوا كل يوم تتأخر تسديد رواتب الموظفين كلما كانت الفرصة لدى الانقلابيين بشكل أوسع وأكبر. نحن ندرك أنه ولكن ألا يزيد يعني نحن ندرك أنه الحوثيون أقدموا على خطوة كانت ربما إيهامية، خلونا نسميها وهمية، لكن هي في الأساس تعطي صورة انطباعية لدى المنظمات المؤسسات المالية الدولية والائتمانية أنه شكلوا لجنة برئاسة فضل الشعيبي ومجموعة من الدكاترة في التعليم العالي والخبراء الاقتصاديين، واستخدموا خطوات هي مهمة في الحقيقة، خطوات ربما الإطار الإيحائي للمؤسسات التموينية هي إيحاءات إيجابية، ولكن في طبيعتها ليست لا تفيد. مثلا تحدثوا عن سرعة حسم الجانب المؤسسي أو الإدارة المؤسسية للبنك المركزي اليمني في صنعاء، وكانوا هناك يتحدثوا عن تعيين محافظة البنك المركزي اليمني وإدارة مؤسسية البنك المركزي اليمني مواكبة مع الحكومة أو الحكومة التي سيتم تشكيلها. هم شكلوا حكومة ودعوا إلى تشكيل حكومة بقيادة بن حبتور كما تعرفون، هم كانوا يستبقوا هذه العمليات حتى يخاطبوا البنك الدولي أن الحكومة ما تزال قائمة، حكومة تنقر يعني يسموها حكومة خبرات كما يسموها. ثم قاموا بعملية تأسيس لإدارة البنك المركزي اليمني ويخاطبوا المؤسسة الدولية أنه ما يزال البنك المركزي اليمني في
صنعاء. حتى هذه اللحظة لم تستكمل هذه معلومة، أنا أعتقد أنها خطيرة نوعا ما. حتى هذه اللحظة لم تستكمل عمليات نقل صلاحيات البنك المركزي أو كود البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، وما زال محافظة البنك المركزي اليمني ووزير المالية اليمني ما يزالون في الولايات المتحدة الأمريكية، لديهم لقاءات موسعة ومكثفة مع المؤسسات الدولية نعم. والنقدية في الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى الجميع أن يعلم هذه النقطة. نعم. أيضا الأمر الثاني هو قضية طباعة السيولة النقدية. طباعة السيولة النقدية اليوم خرجت من يد الحوثيين، لا يستطيع الحوثيين اليوم أن يتعاملوا مع طباعة كتلة جديدة من السيولة النقدية، ولذلك سيسعى الحوثيين بما أوتوا من قوة أنه يستوعب الإرادة التي القادمة من بعض المحافظات من الجمارك وبعض من الإرادة الموجودة أيضاً في وما يزال هناك إيرادات حتى هذه اللحظة تصعد من مأرب إلى البنك المركزي في صنعاء. حتى هذه اللحظة إيرادات أيضا الموانئ ميناء الحديدة يشكل اليوم نتكلم عند هذه النقطة محمد بشكل نعم. أوسع، ولكن بعد أن نذهب لهذا الفاصل القصير مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، أهلا بك مرة أخرى أستاذ محمد. كنت أتحدث عن نقطة مهمة وخطيرة في أن ما زالت إيرادات مأرب حتى الآن تورد إلى صنعاء، لماذا؟ كما أشرنا في السابق أنه عملية استكمال نقل البنك المركزي اليمني لم تتم نهائيا. هناك عدة عوامل رئيسية ربما ننظر إليها من جانب، ومن جانب آخر أنا أعتقد أنه إذا لديكم أحد في الحكومة اليمنية يمكن أن يدلي بهذا التصريح. نعم، يعني عند هذه النقطة اسمح لي محمد، يعني حاولنا التواصل بأغلب ذوي الشأن في هذه النقطة، وزارة مالية، محافظ بنك، نائبه في الحكومة أيضا، اعتذر الجميع، لم يعني هناك من يعني اعتذر لانشغاله، وهناك من يعني يجد أنه لا حديث في هذا الموضوع. أنا ربما أكون هي ليست، أنا كنت كما قلت لك في إنه أنا لا أريد أن أبعث رسائل سلبية ربما للمواطن المسكين الذي ينتظر الراتب. هنا مشكلة كبيرة، عملية نقل البنك المركزي اليمني لم تتم 100%. يعني أفهم من كلامك أنه النقل هو الشكلي، هو نقل شكلي حتى هذه اللحظة. المؤسسات الدولية النقدية ما زالت مصرة على أنه البنك المركزي اليمني يجب أن يكون في صنعاء. كلنا سمعنا أنه بريطانيا ستتخذ قرار ب يعني إنهاء المشكلة في اليمن. لماذا بادرت بريطانيا لإنهاء المشكلة؟ هناك ضغط قوي من المجتمع الدولي حتى لا يتم نقل البنك المركزي اليمني. هناك نقطة مهمة أيضا، إنه المجلس التعاون الخليجي وعد برفض الحكومة اليمنية بدعم مادي حتى يتم تغطية الرواتب، ولكن حتى هذه اللحظة لا يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي أن تدعم الحكومة الشرعية إلا عبر طرق رسمية قانونية 100%. حتى هذه اللحظة ما زال نقل البنك المركزي اليمني شكلي وليس مؤكد نهائيا 100%، والدعم الخليجي أيضا مقترن بالسلطات بالمؤسسات المالية الائتمانية الدولية، ولا يمكن أن يقدم الخليجيون، هم بالنهاية لا يمكن أن يقدموا موارد مالية هباء. إذا قدموا الآن موارد مالية سيتم توريدها إلى صنعاء، وربما أنا أقول إنه إذا لم تستطع الحكومة اليمنية أن تنهي مشكلة نقل البنك المركزي اليمني خلال 5 أيام أو أسبوع بالكثير، سيتم توريدها إلى صنعاء، إلى البنك المركزي اليمني في صنعاء. هناك نقطة مهمة أخرى، لماذا لا تستطيع قوات التحالف أن تسيطر على موانئ الحديدة حتى هذه اللحظة؟ موانئ الحديدة من الضرائب، من الجمارك، ما تزال تورد إلى صنعاء. أيضا فوارق المرتبات التي الخاضعة للجيش، المرتبات الخاضعة للجيش كما ذكرنا هي 300 مليون دولار، هل ما يزال الجيش بالكامل يستلم هذه الرواتب؟ إذن هناك فوارق كبيرة، ربما نصف المبلغ يعود للقوى الانقلابية، ليس للخزينة، يعود خزينتهم نعم، خلونا نسمها خزينتهم. أيضا هناك نقطة مهمة، قضية الدعم والإعلان سندات الأذون الخزانة أو سندات الأذون الخزانة. هناك أيضا نقطة في القانون اليمني تتيح للبنك المركزي اليمني بهذا الإعلان بعدم عودته إلى الحكومة الشرعية. يستطيع البنك اليمني أن يعلن بيع وشراء أذون الخزانة من غير العودة إلى الحكومة اليمنية. إذن هل
البنك المركزي اليمني اليوم يخضع للسلطة الشرعية أم لا؟ وهل اعترفت المؤسسات الديونية النقدية؟ دعيني أوضح هذه النقطة. وهل استطاعت الحكومة الشرعية أن تقنع المؤسسات الديونية الائتمانية بأن البنك المركزي اليمني اليوم يخضع للسلطة الشرعية أم لا؟ إذا لم إذا لم تعتمد المؤسسة المالية هذه النقطة، معنى أن الحوثيين يعلنون بيع أذون سندات الخزانة العامة. نعم، ولكن محمد يعني هل ما زال توقيع بن همام هو الساري في عند المؤسسات الدولية أم المحافظ الجديد؟ بن همام طبعا أنا ربما أختلف مع كثير من الناس. أنا ما زلت أؤمن أن هذا الرجل هو رجل مؤسسي، يعني ربما أنا أختلف مع البعض يقول أنه تغاضى عن بعض المصروفات، ربما تواطع مع الميليشيات الانقلابية. لا، أنا أعتقد أن هذا الرجل رجل مؤسسي. وبن همام طبعا منذ فترة ربما 5 أو 6 أشهر لم يدير البنك، ربما الذي يدير البنك هو نائب بن همام أو النائب وزير المالية كما تعرفون. اليوم لدينا بنكين، ولكن المؤسسات الدولية والائتمانية ما زالت تتعامل يعني ما زالت تتعامل سواء سيء أو حسن، يعني في ما زالت تتعامل بسلطة البنك المركزي في صنعاء إلى اللحظة، حتى هذه اللحظة. نعم، إذن يعني بهذا حتى رواتب الطلاب في الخارج التي تذهب إلى رواتب الطلاب الآخر تأخرت أيضا، يعني تأخرت لها 2 شهر رواتب نعم. الطلاب في الخارج، رواتب السفارات أيضا لم يعني لا يوجد هناك تعامل. أنا أعتقد أنه هناك مرتبات لأعضاء مجلس النواب خرجت لأعضاء مجلس النواب، لكن خارجيا ما زالت المؤسسة الدولية اليوم تتعامل مع سلطة البنك المركزي كأمر واقع في صنعاء. وأعتقد خلال هذه 5 أيام إذا لم تحسم الحكومة الشرعية هذه النقطة سنعود إلى مربع الصفر. نعم، إذا محمد يعني عمليا الكرة في ملعب الانقلاب، يعني دعيني الخارج أقول الخارج عمليا يعني الكرة في ملعب الشرعية اليوم كيف؟ إما إذا كان يعني الخارج لا زال يعتمد على البنك المركزي في صنعاء، إذا كانت الإيرادات لا زالت تورد إلى البنك المركزي في صنعاء، إذا كان التبرعات والهبات نعم. والجبايات التي تفرض تذهب إلى صنعاء كيف؟ عمليا دعيني أقول إنه إذا استطاعت الحكومة الشرعية اليوم أن تضغط على المؤسسات الدولية الائتمانية، وأنا كما وضحت في السابق أنه محافظ البنك المركزي اليمني والوزير المالية هم اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية، لهم أكثر من 10 أيام موجودين هناك، إذا استطاعوا أن يخرجوا بقرار حاسم خلال 5 أيام كنقل لا رجعة عنه، نستطيع أن نقول أنه نجحت الحكومة اليمنية في هذا القرار. وإذا لم تستطع الحكومة اليمنية أن تنهي هذه النقطة، أنا أعتقد أنه يخرج أحد من الحكومة اليمنية ويصرح أنه ما يزال هناك غموض في هذه العملية، ويعود سلطة أمر الواقع، يعود البنك المركزي إلى صنعاء. هناك نقطة مهمة، أنه يجب على قوة التحالف أيضا أن تسيطر على ميناء الحديدة. ميناء الحديدة يشكل 30% من إيرادات اليوم المصدرة للبنك المركزي، الجمارك، الضرائب. إذن هناك أيضا تساهل كبير جدا من قبل قوة التحالف، وهناك تساهل أيضا وتغاضي من مجلس التعاون الخليجي بدعم الحكومة الشرعية والإقراض للحكومة الشرعية. لا يمكن لأحد أن يأتي يعطي للحكومة الشرعية، الكل يعرف أنه رئيس الوزراء عندما كان يحاول أو حاول عقد صفقة بيع نفط في حضرموت لم يستطع، وحضرموت تخضع للسلطة الشرعية. نحن أمام معضلة كبيرة، المواطن اليمني الشخص الوحيد الخاسر من هذه العملية ومن هذا الصراع الموجود بين الحكومة وبين الانقلاب. إذن محمد برأيك لما يعني هل تريد سلطة الانقلاب أن تشعر المواطن بغضب أكثر تجاه الحكومة أنها هي من نقلت البنك وهي قادرة على صرف الرواتب، أم عمليا هي ليست قادرة؟ أنا أعتقد أنه باستطاعة الحوثيين كانوا أن يصرفوا المرتبات للمناطق اللي يخضعوا لسيطرتها، كانوا سيعرضوا الحكومة للإحراج. لكن هناك ما يزال تخوف من قبل الانقلابيين أنه ربما المؤسسات الدولية تقبل نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن، وبهذا يكون الحوثيين قد خسروا 300 أو مبلغ كبير جدا، ولذلك ينتظروا إن وافقت يعني قرارنا اليوم بالمجمل مرتبط حتى بالآخر. نقول قرارنا اليوم مرتبط بالخارج، لم يعد لدى اليمنيين اليوم لم يعد لديهم أي سلطة عن اتخاذ أي قرار، حتى على مستوى تغيير وزراء لا يمكن اليمنيين أن يمكن السلطة الشرعية أو حتى الانقلابيين أن يتخذوا أي خطوة إلا بالعودة إلى
المشجعين. نحن اليوم أمام، نحن أشبه ما يكون بلعب كرة السلة أو الطاولة، جزء من المجتمع الدولي يؤيد بطريقة يعني تحت الطاولة مباشرة الانقلابيين، والجزء الآخر أيضا يؤيد الشرعية. نحن اليوم أمام الطرف الذي كبير سينجح هو الذي سيقنع الخارج بجدوى، ليس الطرف الذي أنا أتمنى أنه نغلب مصلحة المواطن، أنا أتمنى أنه نخرج اليوم. ما الفائدة إذا كان الخارج لا يعي ولا يهتم أصلا؟ يعني الخارج يهتم، طبعا الخارج يهتم، الكل يسمع أنه بريطانيا قدمت مشروع إلى مجلس الأمن لإنهاء الأزمة في اليمن. هذا الكلام ليس بخاطر لأجل الشعب اليمني أو ليس لأجل المساكين، هناك خطوات تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا أيضا، ضرب البواخر الموجودة في ميناء في باب المندب، هذه خطوات ليس لأجل الشعب اليمني وليس لأجل المظلومة اليمني والمواطن اليمني، لكي تستكين المنطقة على الأقل يعني لكي هناك تستمر. حسابات دولية، وللأسف الشديد الحكومة الشرعية تتعامل بأسلوب مستهجن دعينا نسميه. هناك أيضا يعني حجب للمعلومات من قبل الحوثيين ومن قبل الشرعية. كلنا نعرف أنه قبل سنة وربما شهر أو شهرين اتخذت سلطة الأمر الواقع ممثلة بإدارة البنك المركزي اليمني حجب لكل المعلومات المالية. اليوم إذا نريد أن نحتاج إلى تقرير مالي أو اقتصادي أو نعمل عملية تحليل للنسب المالية الموجودة أو النسب الاقتصادية الموجودة، لا نحصل على معلومات مؤكدة، وإنما نذهب للسلطات الدولية أو المؤسسات الدولية حتى نذهب نحصل على معلومات موجودة حتى نتكلم مع الآخر. هناك حجب للمعلومات بشكل كبير، المواطن هو الخسران اليوم، المواطن اليمني هو الخسران. وأنا أعتقد أنه هذه مسؤولية ليست للحكومة اليمنية فقط، وإنما أيضا مسؤولية التحالف، يجب أن يتحمل المسؤولية الكاملة. اليوم الشعب اليمني يقتل إما جوعا وإما يقتل بقصفا وإما يقتل بخصفا من قبل الحوثيين. يعني المواطن اليمني اليوم يعاني من مشكلة حقيقية، ويجب على قوة الشرعية ويجب على قوة التحالف وعلى المجتمع اليمني والأمم المتحدة أن تتحمل مسؤولياتها تجاه هذا المواطن اليمني. نعم، خاصة محمد، يعني نحن نسمع كثير من القصص الإنسانية الموجعة، كثير من الرسالات التي تصل على مستوى يعني وسائل التواصل الاجتماعي البسيطة، الواتساب والفيسبوك، تفقدوا جيرانكم، هناك من يبيع أثاثة، هناك من انتحر، هناك يعني هذه القصص ليست بالهينش. اليمني كريم وعزيز في نفس الوقت، لا يقبل يعني خاصة من كان مكفولا براتبه، من كانت أموره نوعا ما ميسورة، يصعب أن يعني يتحدث عن جوعه أو عن ألمه. قصة الشخص الذي ذهب شاهرا جنبيته يعني ويأخذ الكيس دقيقه ويقول من سيعترضني سأقتله، أولادي سيموتوا من الجوع. يعني هناك قصص مفزعة أن يصل الوضع بنا إلى هذا الحد. نعم. هل يعني ألا يفترض ب يعني كما تحدث سلطة الانقلاب ليست سلطة شرعية ولن تهتم ولن تستشعر بمسؤوليتها تجاه هذا المواطن المسكين؟ متى ستفيق السلطة الحقيقية والسلطة الشرعية التي كثير من الناس يقفون خلفها ويريدونها هي؟ كما قلت في السابق أنه هناك خطوات تقوم بها الحكومة الشرعية والحكومة اليمنية، تقدم على خطوات ربما من غير الدراسة بناء على توصيات تعود للخارج، وهناك خطوات يقدم عليها الحوثيين بناء على، لأن هذه الجماعة كما قلنا هي تعاني من خرف سياسي اقتصادي إداري مبكر، لا ليس لديهم أي، هي مجرد ميليشيا في نهاية الأمر، ليست القصة ليست هنا. دعونا نتحدث عن تفصيل التفاصيل، وإنه يفترض أن لا نناقش تفصيل التفصيل، لكن من أجل المشاهد الكريم، الراتب الجندي يستلم 30,000 ريال يمني، 30,000 ريال يمني يستلمها منذ 2012. نحن نتحدث عن متوسط ارتفاع الأسعار اليوم في محاولة تعزيز وحدها يعني 150% أحيانا، يعني 11% متوسط ارتفاع الأسعار في محاولة صنعاء 4% خلال شهر، بس خلال شهر 8 شهر أغسطس. نحن نتحدث اليوم عن ارتفاع جنوني في الأسعار ربما يفوق 100%، وما زال هذا المواطن أو هذا المسكين لديه 10 أطفال في البيت يستلم 30,000 ريال يمني. الآن لا يستلمها والآن لا يستلم، يعني نحن أمام أزمة
عوز غذائي مبكر، فقر، بطالة. نحن أمام اليوم أمام، دعيني أتحدث هنا عن معدل ارتفاع سعر العملات مقابل الريال، يعني 5% في شهر سبتمبر. أيضا دعيني أتحدث عن 1600 مدرسة توقفت بسبب القصف أو التفجير. دعينا أتحدث أيضا عن 300 مدرسة تحولت إلى ثكنات عسكرية. دعينا أتحدث عن 150 مدرسة أصبحت إيواء النازحين. هذا فقط في يعني 6 مليون طالب توقف عن الدراسة. الطلاب ذهبوا إلى نعم. أعود لهذه النقطة. محمد دعنا نشك معنا الأستاذ عبد الناصر المودع، الكاتب والمحلل السياسي من الأردن عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ عبد الناصر. نعم مساء الخير أستاذ عبد الناصر. نحن نتحدث عن أزمة حقيقية يعيشها المواطن اليمني. ربما هذا الشهر الثاني على بعض الموظفين دون استلام رواتبهم. هناك ثلاثة، بعض الموظفين لهم 3 أشهر لم يستلموا رواتبهم. كيف تقرأ الموقف؟ الموقف أكثر من سيء. إذا كانت اليمن وظروفها الاقتصادية خلال الحرب هي سيئة، فكيف أن يصبح الناس دون رواتب؟ يعني حالة أكثر من مأساوية. وهنا نشير إلى أن المشكلة تكمن في أن السياسيين، نحن نتكلم هنا عن الحكومة الشرعية ولا نتكلم عن الحوثيين، لأن الحوثيين ليس لا نطالبهم بأن يكونوا مسؤولين كونهم اغتصبوا سلطة، وبالتالي كما يقال ليس بعد الكفر ذنب، لكن السلطة الشرعية التي هي مسؤولة أمام العالم عن هذا الشعب كان يفترض أن تتصرف بحس مسؤولية حقيقية تجاه شعبها في أي مكان كان. نحن نعرف أن هناك أزمة سيولة ليست وليدة اللحظة، لها فترة طويلة. كان ينبغي على الحكومة الشرعية أن تتصرف منذ فترة طويلة لحل هذه الإشكالية، لا أن تقوم بأن تزيد الطين بلة بقرارها الارتجالي لنقل البنك المركزي إلى عدن دون أن يكون هناك استعداد حقيقي لهذا النقل. والنتيجة هذه الكارثة التي يعيشها الناس في جميع مناطق اليمن. الناس معظمهم لا يجد حتى في هذا الراتب ما يسد به رمقه، فكيف حين يقطع عليه؟ الدورة الاقتصادية والدورة النقدية في اليمن انقطعت بسبب توقف ضخ السيولة. فليس فقط موظفي الدولة هم من يعانون، يعاني كل القطاعات التجارية، الصناعية، الخدمية، كل القطاعات. إذن أستاذ عبد الناصر، يعني ما الذي يجب على الحكومة الشرعية كجهة مسؤولة وربما وحيدة عن معاناة هذا المواطن؟ ما الذي يجب عليها كخطوات إجرائية للمأساة الاقتصادية الحاصلة؟ العملية بشكل حسابي كان عليها أن تستعد بطبع نقود لا يقل عن 100 مليار ريال من الأوراق النقدية اليمنية، يقابلها 300-400 مليون دولار على الأقل كغطاء لهذه الكمية، ثم توزعها على فروع البنك المركزي في جميع اليمن، ولتكن عدن هي المركز. هذا الذي كان ينبغي عليها أن تفكر في الحل الفعلي والواقعي لهذه المشكلة، لا أن تقوم بمجرد فقط أنها توقف نظريا عمل البنك المركزي دون أن يكون هناك بديل. هذا البديل أن طبع النقود والحصول على أموال من الدول المانحة وتحديدا دول الخليج، كان ينبغي على الحكومة أن تفكر منذ فترة طويلة على هذا الحل، ولكن حتى الآن لا يوجد أي حل. حتى الكلام عن أنه الشهر القادم بعد شهرين يبدو أنها كلها مجرد وعود، يعني كما تراها وعود. لا نثق في هذه الحكومة من كثر ما لم تفي بوعودها، لا نثق في وعودها. نعم. إذن شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الناصر المودع، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من الأردن. في أقل من دقيقة محمد، يعني يجد الأستاذ عبد الناصر أن هناك مهام على الحكومة أن تقوم بها، ما رأيك أنت؟
طبعا انا اتفق مع الاستاذ عبد الناصر انه هو تكلم على انزال عمله جديده، طباعه عمله جديده، وايضا ضخ عمله دول يعني نقد اجنبي حتى يتم هناك تساوي، لا يوجد تضخم. ايضا نتكلم ونوضح كثير انه يجب ان يكون هناك كتله انتاجيه، والكتله الانتاجيه باليمن متوقفه تماما. ايضا يجب ان نصرح او نقول انه هناك 90 منظمه يعني عامله في اليمن، 53 منظمه محليه و28 منظمه دوليه و9 وكالات ايضا دوليه موجوده في اليمن، ستيأس بالنهايه. هذه كل هذه المنظمات عامله في الساحه ستيأس بالنهايه. يجب على الحكومه الشرعيه ان مزيد من التقديم للمنظمات، لشفط يعني عمله جديده للداخل، فتح المنافذ للاستثمار في المحافظات المحرره، نعم، والضغط ايضا على التحالف، والضغط ايضا على التحالف يقوم بواجبه، نعم، تجاه اليمن. اذا شكرا جزيلا لك استاذ محمد الفقي، مدير التنفيذي للمؤسسه العربيه للدراسات الاستراتيجيه، كنت معنا في هذه الحلقه من مساء اليمن. الشكر ايضا لكم مشاهدينا الكرام، وربما بكلمه بسيطه، تفقدوا من حولكم فهناك من يموتون جوعا دون ان يصدروا صوتا. شكرا جزيلا لكم، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.